يعني اول شيء برافو للهومنتمن لانه عن جد اميزنج سيزون عملوا السنه، جمهورهم وادارتهم ولعيبتهم وصلوا عملوا بالسكند راوند، عملوا انجاز كثير كبير، ماني جيمز من تسعه، يعني برافو بهنيهم. About your supporters. Oh, they are amazing. They are all six players on the court. So they help us too much. And in front of them, for sure, we have 20 or 30% more progress. Thank you, coach. And good luck. أول شيء بحيي هالجمهور الرائع. بالفعل. عن جد بعقد أنا قد إيه صار بلعب بالليغ. هون الأمبيونس مختلفة. ما شايف هيك جمهور، مع احترامي للكل. فريق ديكسون بيعمل فات، بحاول يقترب، ديكسون بيخترق وبيسجل بيسجل. كالسيتو لديون ديكسون بالفعل غريب لانه رح تشوفوا السوبرمان العلامه قد ايه لافته اخر ثواني الطابه مع سوبرمان ليدي هومان ديون ديكسون لا 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 ما معقول ما معقول اي لاف ذيس جيم بعدنا عم نحكي وكانه عم يسمعنا ديون ديكسون بالفعل بفرجينا كيف بيكون سوبرمان الحقيقي بكرة السلة اللبنانية بوقت صار عم يدفع للشمعون تمرر لجو فوغل جو فوغل اي لاف ذيس جيم جو فوغل مواليد 1973 41 سنة ليكو شو عم يعمل جو فوغل بالمباراة فوغل فوق الكل بيسجل نقطة الرابعة لحظة لحظة الفرد يلي عملها ولحظة الطريقة يلي عم يسجل فيها الليل فبينجح بالمحاولة الثلاثية ترى صدر بيلتقط الريباوند بيخترق السلة وبيسجل نقطة ال 15 معه فادي ديون ديكسون بمرر لبرا عند مارك ماركو يسدد على لا 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 ما معقول ماركو رجع عم يسجل على الارك 3 بوينتس هيدي
أول ثلاثية لنادي عمان في المباراة وتعادل من الجيل مارتور جاو بعيده لسنتين بعد ما سجلوا ولا أي نقطة. محاولة بتوصل تحت السلة تحت السلة ذكية جدا من ليون ديكسون هو عم يتولع الدفاع على ديون ديكسون دفاع ما تبدا بلش المدرب غطاء تركيز